يا مساء الخير يا مساء الطاقة والشباب على حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم شباب حكاية دايما الشباب بيبقى عندهم أفكار مختلفة يعني آه الناس الكبيرة بيبقى عندهم أفكار حلوة بس شبابنا بيبقى عندهم أفكار مختلفة ووقت الدراسة كمان بتطلع أفكار مختلفة تماما زي النموذج اللي معانا النهاردة شباب اختاروا في مشروع التخرج بفكرة مختلفة تماما فكرة جديدة ايه هي الفكره وايه هم مشروع التخرج ومين هم الشباب دول ده اللي احنا حابينه ان احنا النهارده يكونوا معانا في حلقه من حلقات برنامج شباب حكايه هيتكلم هيكلمونا عن جاتلهم لهم منين الفكرة وإزاي اشتغلوا عليها دراستهم إيه أصلا وإزاي اتفقوا مع بعض على الفكرة دي ونفذوها إزاي وعرضوها على مين في البداية ده اللي احنا هنعرفه النهاردة فقرتنا خلوني أرحب بضيوفنا اللي مشرفونا النهاردة أستاذ كرولوس رفعت كامل أحد مصممي مشروع تخرج فيلم التجلي أهلا بيكي يا أستاذ كمان مروان أيمن عبد الله أحد مصممي مشروع تخرج فيلم التجلي أهلا بيك معايا أهلا, أهلا, بيك أهلا بيك. أنا عايز أعرف في البداية بس الدراسة إيه؟ دراستكم إيه؟ قبل ما أتكلم عن فكرة المشروع جاتلكوا إزاي؟ نبتدي بأستاذ كرولوس إحنا طلبة كلية إعلام أكاديمية الشروق قسم إذاعة وتلفزيون أستاذ مروان نفس القسم ونفس الجامعة والقسم بتاعنا دايما بيهتم بقصة تنفيذ المشاريع اكتر وبنتكلم عن الافلام الوثائقيه والافلام التسجيليه وهكذا. مم. طيب انا عايز اعرف بقى فكره المشروع جاتلكوا ازاي؟ هي يعني احنا كان بالنسبه لنا في الاول مطلوب مننا ان احنا ننفذ مشروع م. ايه المشروع ايه تفاصيله احنا لسه ما نعرفش ومش محددين حاجه م. بدانا ان احنا ندور في حاجات كتيره مختلفه عن مزارع عن حاجات مصر بتنفذها حاليا ومشروعات كبيره مصر بتنفذها لحد ما ظهر قدامنا المشروع دوت اكتشفنا ان المشروع لسه مش منتشر ناس كتير ما تعرفوش في علامات استفهام كتيره عليه فده اللي شجعنا اكتر عن المشروع لما اكتشفنا ان المشروع دوت اتنفذ على ارض الواقع ومشروع سياحي ضخم ومهم جدا لمصر فبدانا ان احنا ننفذ على طول في المشروع. وخدتوا الاكشن؟ اخدنا الخطوه على طول بدا كنا احنا تيم متكون من 13 شخص بدانا نقسم نفسنا وبدانا نجمع معلومات عن المشروع نجمع معلومات عن مكانه وتنفيذه وهكذا. <applause> انتوا كنتوا في البدايه كام الاول؟ ولا انتوا مره واحده انتوا من الاول 13 واحد في المشروع؟ لا احنا بادئين في المشروع اول ما قبل ما نحدد الفكره أوه. ذات نفسها كنا 13 شخص، كنا بنفكر احنا ال 13 اصلا في الفكره ذات نفسها. <applause> لحد ما وصلنا بقى للفكره دي. ورحتوا لمين بقى يعني عايزة كرولوس بقى يقول لي رحتوا لمين اول ما الفكره جت لكم وخلاص هتع... يعني هتشتغلوا فيها أول حاجة رحنا طبعًا للدكتور المسؤول عن المشروع دكتور دينا فكري آه رحنا لها وقلنا لها على فكرة المشروع فعجبها جدًا وعجبنا أسرار أسرارها اللي إحنا عايزين عايزين نعمل فكرة جديدة وفي نفس الوقت مشروع قومي يعني كان ليه ترند مصر كلها مهتمة بيه ومجلس الوزراء مم. فقلنا إن إحنا ناخد الخطوة اللي إحنا نبدأ تحدي جديد ونفكر إن إحنا نخش هناك المشروع ونبدأ نصور فيه. عملتوا إيه بقى؟ أنا عايزة أعرف كده ابتديتوا الخطوات ورحنا وجينا و... هو مبدئيا بدانا نجمع كل زي ما قلت لحضرتك الافكار والمعلومات عن المشروع دوت بدانا نشوف مين الهيئه المنفذه للمشروع المشروع وصل لمراحل ايه بالظبط المشروع دوت موقعه فين بالظبط بدانا نكتشف ان مشروع تجلي دوت عند الدير دير في سانت كاترين فهو دير سياحي ديني بدانا ان احنا نجهز نفسنا ونبدا نظبط السفريه بتاعتنا هنسافر هناك هنقابل مين هنعمل ايه هنصور ايه بالظبط عملنا بلان كامله للسفريه ديت بدانا احنا نتحرك وسافرنا فعلا ال13 <applause> كلهم لا لا طبعا كنا جروب معين طلعنا سافرنا هناك عشان نصور حاجات في الدير ونصور المشروع مم. وفيما بعد بقى رجعنا تاني على القاهره وبدانا نصور مع ضيوفنا <مه> انتوا كنتوا مقسمين نفسكم يعني انتوا 13 مقسمين نفسكم كل واحد يعمل حاجه ولا انتوا بتشتغلوا كلكم في اتجاه واحد ولا ايه يعني انا عايز اعرف الاجواء دي واحنا كنا مقسمين نفسنا في الاغلب لكل شخص هو بيعرف يعمل ايه او, أو. هو حابب يجرب ايه ويتعلم ايه مه. كان في ناس في التصوير زي مازن عماد وليكن وفي ناس مه. في الاعداد وفي ناس في المونتاج وفي ناس في الاخراج زي كيرو وليكن وكل... المخرج انا يعني انت اللي, اللي بقيت تظبط كل حاجه في المشروع بالظبط وايه بقى يعني ايه احكوا بقى كده من اول ما ابتديتوا ايه الحاجات الصعبه اللي قابلتوها في النص كده وانتوا بتجهزوا الفكره واحنا كان من اكتر المشاكل اللي كانت مواجهنا في الاول ان احنا ما كانش عندنا معلومات كافيه عن المشروع ما كانش في ناس كتير تكلمت عن مشروع تجلي أوه. ومشروع تجلي ذات نفسه ما كانش فيه اصلا فكره ان حد يخش المشروع جوه او يصور او ياخد معلومات من من مصادر موثوقه يعني مم. فده كانت اكتر العقبات اللي كانت مواجهانا في الاول مم. طب انت كمخرج بقى في في المشروع ده ايه الحاجات الصعبه اللي قابلتها بقى في في تنفيذ المشروع كنت كنت متوقع هو صعوبة دخول المشروع عشان معظم يعني من أول ما اتعمل المشروع كان معظم القنوات ما قدرتش تخشه أو معظم حتى الطلبة اللي كانت بتفكر إنها تعمل على المشروع التجاري كان صعب دخوله ليه؟ عشان كان لسه يعني ما تنفذش ككل حاجة جوه المشروع طبعا المشروع متكون من كذا فرع يعني طبعا كان ساحة السلام فندق جبلي النزل البيئي كان متحف ومسرح عالمي لسه بني لكن كان صعب اللي هو كطلب اللي احنا نقدر نخشه لكن بفضل ربنا الحمد لله عدلنا نعمل تصريحاتنا وكان نشكر ربنا كان معنا علاقات هناك ساعدتنا اللي احنا نقدر نكون اول طلبة تخش المشروع ونصور هناك امم وقت قد ايه حكيلي بقى يعني انت اخدت وقت في الاعداد لحاجه زي كده قد ايه الحاجات اللي انتم ظبطتوها وانتم رايحين بقى تصوروا في المكان ده احكي لي الاجواء دي احنا بالظبط خدنا شهر في اعداد المشروع مم. يعني كنا جاهزين كافه التفاصيل طبعا قعدنا مع بعض كل التيم من حيث السكريبت من حيث التصوير من حيث الناس اللي هتسافر معانا كنا مجهزين كل تفصيله بحيث لما نروح هناك احنا على التنفيذ على طول هنصور مم. على طول ونرجع بحيث اللي هو يبقى فاضل الرتوش الاخيره على المشروع اللي هم كانوا الضيوف مم. طب ايه المشاكل اللي واجهتك هناك لا هناك الحمد لله كان كمخرج وكطالب بقى <applause> يعني عايز اتكلم من الناحيه الاخراجيه وانك كطالب ايه الحاجات اللي واجهتك هناك كمخرج يعني ما حسيتش ان في صعوبه قوي لكن انا كنت متخيل ان انا كنت صعب ان انا اخش المشروع اللي هو طبعا بعد سفرنا وبعد تعبنا ممكن في الاخر ما ندخلش المشروع لكن حسيت يعني يعني بنشكر ربنا ان احنا كنا مخططين ده من الاول صح فقدرنا يعني نتخطى ده ونقدر ندخله دي اهم حاجه كطالب بالنسبه لي حاجه كبيره بالنسبه لي ان انا اخش مشروع زي ده وسط طبعا مكان سياحي ديني كبير زي دير سانت كاترين وجبل موسى م. شجعني ان انا اخد تحدي جديد بالنسبه لي واتكلم عن مشروع قوميه اكبر من ده بكتير. مم. حسيت ان الفكره تستاهل بالظبط تستاهل السفريه مم. والحمد لله قدرنا نعملها. حسيت يا مروان ان كمان الفكره تستاهل هي الفكره ان احنا نروح ونسافر ونجهز ونعمل هي الفكره مجرد ما اقترحت يعني هو بجد ما فيش حد فينا اعترض عليها نهائي هي مم. بجد تستحق تستحق السفر والتعب والتدوير وكل حاجه. مم. طب ايه اللي بيميز المشروع بقى كمشروع تخرج؟ كمشروع تخرج هو بالنسبة لنا إحنا كطلبة أوه. أنا بالنسبة لي اللي بيميز المشروع ده يعني مكانه مم. اللي هو وسط بيئة سياحية دينية مشهورة وفي نفس الوقت في المشروع يعني اللي بيميزه أكتر هو ضيوفه باحجام قداسه البابا ودروس الثاني يكون معانا في المشروع وكان قيمه اضافه لنا كبيره في المشروع والمستشار محمد الحمصاني في مجلس الوزراء وطبعا المسؤول عن وزاره الاسكان المهندس عمرو الخطاب بالنسبه لنا احنا هم تفاعلوا معاكم كلهم من اول بالظبط ما تواصلنا معاهم شجعونا على فكره المشروع ويعني ادوا تفاصيل اكتر وفيديوهات اكتر عن المشروع بحيث ان احنا لما نسافر نقدر يسهل علينا المكان اكتر ونكون فاهمينه من جميع النواحي. حد مثلا قال لكم ده الموضوع صحيح. صعب ما فيش تصريحات ما فيش حاجات زي كده بنقابل طبعا حاجات زي كده هو في ناس قالوا لنا كده بس احنا حبينا ان احنا نخوض التجربه اكتر نخوض مشاكلها الحلو اللي فيها بالمر اللي فيها ونخوض ونجربه انتوا مصممين كنتوا على الفكره دي هي دي هي دي خلاص الفكره احنا عرفناها احنا هننفذها مهما كانت ايه المشاكل والعقوبات اللي ممكن تواجهها ما كنتوش حاطين بلان بي كده ان لو دي ما ظبطتش ولا هي دي هي دي هو كان في بلان بي طبعا بس احنا مكناش يعني ما كناش يعني لها ما كناش م. عايزين نوصل لها اصلا فاحنا كنا حاطين كل مجهودنا وكل تعبنا في المشروع ده. م. مين كان وراكوا بقى؟ مين الداعم الاكبر؟ مين اللي كان بيشجعكوا؟ اهل بقى صحاف في الجم... دكاتره في الجامعه؟ هو طبعا اهلنا في ال... في يعني اهلنا احنا ال 13 شخص كلهم كانوا بيدعمونا على المشروع، م. لما اقترحنا عليهم فكره المشروع ما كانوا مبسوطين منه، م. مبسوطين ان احنا بنعمل حاجه بتفيد البلد، بتفيد السياحه، بتفيد م. ده كله. وطبعا كانت معانا الدكتوره دينا فكري كانت في الجامعه الخبيره بتاعتنا هي فعلا ساعدتنا على دوت اكتر وشجعتنا عليه وعرفتنا ايه اللي ممكن نحتاجه وايه اللي ممكن نعمله في اي مشكله كنا بنواجهها. طب انا عايزه اسال سؤال كده ال عشر شخص كان موافق على الفكره؟ كنا اول ما عرضنا الفكره على آه. طول هم اتحمسوا لفكره المشروع. آه. كفكره مشروع ان هو مشروع سياحي ومشروع مشروع قومي الناس كلها بتتكلم عنه بالرغم ان اعداد قليله جدا حاولت انها تخش المشروع لكن ما عرفتش لكن كلنا تحمسنا في هدف واحد احنا عايزين نخش المشروع عايزين نصوره وعايزين نصور مع الضيوف دي علشان نطلع حاجه بالنسبه لنا احنا هي حاجه كبيره لينا احنا كحد لينا كبير صحيح. وفي نفس الوقت حاجه لمصر بعدين شرف لينا ان احنا نقدر نصور مشروع زي ده. فكرة جديدة فكرة مختلفة فكرة فيها حماس يعني حتى طريقة كلامكم حماس في الفكرة وان انتوا لا يعني هو ده هو ده يعني حاجة كان لازم الناس تشوف الناس لازم تشوف افكار الشباب مش شرط إن نعمل فكرة اوريدي موجودة يعني احنا نفكر برة الصندوق زي ما بيقولوا كده مبسوطة اني كنت معاكم النهاردة <applause> شكرا ليك كرولوس رفعت كامل احد مصممي مشروع تخرج فيلم التجالي شكرا ليك, شكرا ليك. ومروان ايمن عبد الله احد مصممي مشروع التخرج في الميت جنيه يعني لو قبل ما نختم الحلقه كنا عايزين نشكر ال 13 فرد من غيرهم برضو كان مش هنقدر النجاح ده يوصل ويعمل ضجه الفيلم نشكر ربنا عمل ضجه كبيره فمن غيرهم مش هيوصل النجاح ده اكيد فبشكر في التصوير مازن هاني بجد يعني مازن تعب معانا جدا في الاعداد حبيبه يوسف وماي بالهاني بشكرهم جدا وبشكر طبعا مساعده مساعدة الإخراج برضو ساعدتني كتير وسافرت معاهم روان أبو بكر فبجد يعني من غيرهم بجد ما كانش الفيلم ده هينجح وطبعا بقيادة دكتور دينا فكري ساعدتنا كتير في المشروع شكرا لكل واحد اشتغل في المشروع ده شكرا ليك. شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك مشاهدينا خلصت فقرتنا لكن ما خلصتش حلقتنا استنونا بعد الفاصل ومكملين <applause>